هذه بعض أعراض العين، ولا أدعو إلى الوسوسة ولا إلى الوهم، لكننا في زمن كثر فيه أعداء النعم، وتغيرت بعض حياة الناس ولا يعرف من أين أصيب، وبعضهم يأس من الحياة ومن العافية مع أنه لربما كانت عافيته تحت يده وبين يديه. لكني سأعطيك بعضاً من أوصاف الآلام والآثار التي تشعر بها بعض الناس ويتعايش معها، ولربما هي العين أو هي الحسد. تلاحظ التثاؤب المستمر دائماً، خاصة إذا دخل الصلاة التثاؤب دموعه تصب. لا إياك والوسوسة. بعض الناس يقول يا شيخ والله أن كل اللي تقوله حولي ما يهمني بعيد. أنا أقول الأمر لا إياك والوهم. أقول هذه الأعراض إذا فيك بس اقرأ المعوذتين مع الفاتحة وتنتهي. البكاء بدون سبب، التجشع الدائم، اصفرار الوجه، السفعة صفرة مع السمرة، النحافة غير مسببة، تلقاه دائما ينحل ينحل ولكن هو لا يعرف السبب، لا سكر ولا ضغط، إنما هو يشعر بعدم بفقدان الشهية ولا علة مرضية. العزلة وعدم حب الناس يسمونها الرهاب، عدم الرغبة في الطعام والجماع والاجتماع، دائما بعيد عن الناس. أيضا الأمراض العضوية المفاجئة تنزل جميع، سكر مع ضغط مع كوليسترول مع جلطة، وتلقاه متلخبط وكل ما عالجه شيء سكر 700 و600 ثم يرجع 80 عنده هبوط. ارق نفسك مع أخذ العلاج، لا أقول اترك العلاج، احذر، عالج بدنا عضويا وعالج نفسانيا. أيضا الدوار، بعضهم يشعر بدوار دائم. أيضا ترك الأعمال بعد بدايتها، يبدأ متحمس ثم يترك العمل، يبدأ في مشاريع كثيرة ما يختم منها شيء، دائما الله يعظم أجره. إذا بدأ في شيء، إذا زرع الرجال وبذر وتوهم سنبل ترك الرشاش الله يجزاه خير، عمر ويبغى يشطب ترك آخر مرحلة من المراحل، يخطب يتملك ويخاف يدخل، يقعد سنتين والمرأة في ذمته ما استطاع أن يدخل عليها. أيضا الخمول والكسل، كان نشيطا وبات كل أمر يسويه يتعبه، إذا طلع مشوارين رجع تعبان كأنه صاعد إلا جبل وكان أول نشيط. كذلك أيضا العصبية، الغضب، وهو من أكثر آثار العين. وبعد أن يهدأ يقول والله ما أدري وش فيني، لكن أنا ماني بطبيعي، شيء من لا شيء أغضب. أرق نفسك الله يعظم أجرك، أرق نفسك، الأمر يسير، الأمر في يدك. أيضا التقيؤ الدائم، وخاصة عند الرقية، إذا رقاك إنسان بدأ يتقيأ، طلع اللي فيه لا حرج، إذا رقاه زاد عرق، تثاؤب، بكاء، إسهال، هذا طيب وأثر من آثار العين يخرج بذلك. أيضا الصداع، بعضهم عنده الصداع نصفي دائما، خاصة النصفي دائما ماسكه راسه، البنادول يشتريه أكثر من الخبز والحليب واللبن، تلقى سيارته فوق الطبرون البنادول وفي جيبه ويأكل ولا يخف. أخي الحبيب عليك بالحجامة مع الرقية، الحجامة مع الرقية. رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصداع احتجم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. هذه إذن أثر من آثار العين، وغالبا أثر يخرج بإذن الله بالرقية. ولذلك أفضل راقي في العالم كله الذي ينبغي أن تعرف رقمه واسمه هو أنت. أنت لابد أن تلقي نفسك بنفسك، لأنك أنت المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أنت المضطر، ارق نفسك وارق أبنائك. حبيبنا كان يعوذ الحسن والحسين قبل نزول المعوذتين بقوله عليه الصلاة والسلام كلما أراد الخروج: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فإذا لما نزلت المعوذتين اكتفى بهما عما سواهما. نحتاج إلى أن ترقى، ولذلك في صلاة المغرب والفجر يسن للإنسان أن يقرأ المعوذتين ثلاثا ثلاثا حتى يقوى التحصين في استقبال الليل واستقبال النهار. يحصن نفسه بقوله بسم الله، لأن قول بسم الله ستر ما بيننا وبين أعين الجان، يكون على وضوء دائم، يصبر على العلاج. بعض الناس الرقية ما يصبر عليها، ولو قيل له خذ علاج السكر 20 سنة أخذه، لكن إذا قيل له اقرأ على نفسك 3 أشهر مل وكل، هو علاج، علاج إلهي. ولذلك علاج العين إذا عرف العائن فإنه يؤمر بالوضوء، يتوضأ ويغسل داخلة إزاره ما يلي بدنه، وإن اكتفى بالوضوء والمضمضة وردها ثم يسكب الماء هذا على عاتق المريض، ما يشرب منه، يسكب بقوة على عاتق المريض فيقوم بإذن الله كأنما نشط من عقال مع استمرار الرقية. أما إذا لم يعلم العائن فالرقية، ولا يوجد تخصصات في الرقية،
استشاري وأخصائي وطبيب عام ورقية ذهبية ورقية فضية ورقية خاصة ما الرقية هي الرقية، مريض الحسد، مريض العين، مريض التلبس، مريض السحر، هي القرآن، هو القرآن، وهو بيد من ضرب به بقوة.